السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع جيجل، وبالضبط في بلدية العوانة، لنقف على الأشغال نتاع خلق يعني الكورنيش، طريق ساحلي بالقرب من ميناء العوانة أيضا. ونشوف هنا نشوف الطريق الوطني الساحلي اللي يروح باتجاه جيجل وسكي كده، ونشوف هنا الخط هذا كورنيش جديد يتم إنشاؤه يعني بالقرب من ميناء العوانة الجديد هذا، بعد ما تم يعني توسيعه وتحديثه. إذا نشوف هنا الطريق هذا الجديد اللي راه قيد الأشغال، واللي يعني يزيد في الإمكانيات السياحية نتاع المنطقة تاع العوانة ولاية جيجل، ويمد أكثر إمكانيات للتفسح والتمتع بالمناظر، يعني تمد على الميناء وتمد كذلك على الساحل، وتوصل يعني بلدية العوانة هنا يعني الأحياء الجديدة حول ميناء العوانة. إذا هذا هو المشروع اللي راه قيد الأشغال، وهنا نشوف أن الطريق هذا يمشي بمنطقة شبه غابية هنا. نروح نشوف الصور نتاع الأشغال نتاع يعني نتاع الطريق هذا، ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.